للحديث عن تفاقم الصراع بين الأحزاب والكتل السياسية في العراق على المناصب والتهديدات التي تطلقها الميليشيات من وقت لآخر إذا ما تم تمرير أسماء لا ترغب فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، مرحبا بكم. يعني هذا اللقاء سنركز فيه على ما ذكرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث قالت في تحليل مقال تحليلي عن الوضع في العراق، قالت إن سياسات العراق في مرحلة ما بعد الغزو تشبه نظاما من الغنائم. ولكن هنا أستاذ أمير، ألا يتحمل الأمريكيون الجزء الأعظم من مسؤولية الكارثة التي حلت بالعراق؟ مساء الخير، أهلا بك رمضان سيدي كريم. أهلا بك. عليكم وعلى العراقيين وعلى كل أمة محمد أجمعين. شيء طبيعي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث للعراق ولما سيحدث في المستقبل للعراق، لأنها صاحبة مشروع المحاصصة التي جاءت به في 2003 ولا زال قائما لحد الآن، ولا زال قائما في ظل الصراعات الفئوية على الغنائم وعلى كعكة العراق التي يتقاسمها السارقون ومن له يعني صلة بالخارج. هذه هي الحقيقة، الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن التغيير في العراق، وهي التي تستطيع أن تغير الوضع في العراق، لأن العراق أصبح يعني وكما قالت مجلة فورن بوليسي أصبح نظام فاشل، وأصبح يعني ترك للسراق وللذين جاءوا من أجل يعني الحصول على المال العام وسرقته من الشعب العراقي. هذه الحقيقة يجب أن تقال ويعرفها الأمريكان قبل أي آخر في العالم وفي العراق أيضا. يعني تقول المجلة فورين بوليسي، تقول إن جميع مؤسسات النظام العراقي منحرفة، لكن هنا السؤال، لماذا هم الأمريكان أقصد مستمرون بدعمه بلا حدود حتى هذه اللحظة؟ سيدي العزيز، يعني إذا ما قرأنا التصريحات التي جاءت في مجلة فورين بوليسي يعني من فيما بين السطور، نلاحظ هناك يعني تغير في النظرة الأمريكية للوضع العراقي. الكل يعرف بأن الولايات المتحدة وأجهزتها الإعلامية كانت مع نظام عراقي طائفي، كانوا يقولون في السابق جئنا لنعطي يعني الشيعة ما ظلموا سابقا في العراق. الآن يعترفون بأن ما حصل في العراق هو نظام طائفي أعطي لسراق ولأناس جاءوا من خارج البلد. هناك تغير نوعي في النظرة الأمريكية للعراق، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة لها النية في تغيير النظام العراقي بعد فشله ووصوله إلى النفق المسدود. ما نلاحظه الآن من صراعات طائفية يخجل عليها الإنسان بين سراق وبين أناس جاءوا من خارج الحدود، والشعب العراقي يعني إن تحت أمراض الكورونا والفقر والجوع والقتل الذي أصاب العراقيين بعد الانتفاضة. هذه الحقيقة، الأمريكان يعرفون جيدا بأن الوضع العراقي بهذه يعني الصفة لا يصلح له في المستقبل. قد يفيد إيران ولكن لن يفيد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران هي المستفيدة الأول من وصول العراق إلى هذه الحالة من التردي ومن الانقسام بين فئات الشعب العراقي لغرض البقاء والاستمرار في وضع يعني أذرعها المسلحة وسرقة المال العراقي وجعله خدمة للمشروع الإيراني. أيضا أستاذ أمير، يذكر المقال أن الوضع في العراق غير قابل للإصلاح وأن النظام السياسي فاسد، إذن لماذا لا يتم الإصغاء لرؤى القوى الوطنية التي تملك مشروعا وطنيا للخلاص وبالتالي إنقاذ العراق من هذا القاع الخطير؟ أنا أقولها بصراحة، يعني أنا يعني أوافق ما تفضلتم به، لأن الولايات المتحدة بصورة خاصة والغرب بصورة عامة لم يساندوا المشروع الوطني العراقي، بل بالعكس في بعض الدول قد حورب هذا المشروع الوطني وقد فضل عليه المشروع الطائفي. ما نلاحظه في العراق من رؤوس ومن شخصيات طائفية لا تمت بصلة للهوية العراقية لهو الدليل الواضح على أن الغرب بصورة عامة وأمريكا قد فضلت المشروع الطائفي
لأسباب خاصة بها تتعلق باستراتيجيتها في الشرق الأوسط، ولكن على الجميع أن يعرف بأن المشروع الطائفي قد مات في العراق. ما حصل في العراق هو النتيجة الواضحة لهذا المشروع الذي قسم العراقيين وجعلهم يعني ضحايا هذا المشروع الذي سرقهم والذي جعل بلادهم يعني غير مستقلة كما يحدث الآن. انظر العراق، العراق أصبح شبه تابع إلى إيران، العراق ليس فيه دولة، فيه ميليشيات، العراق ليس له اقتصاد. لاحظ ما وصل الاقتصاد العراقي، الاقتصاد العراقي ثروات البترول بدلا من ان تذهب الى الشعب العراقي كانت تذهب في جيوب المحتالين والسراق. هذه هي الحقيقه يا طيب. سيدي. استاذ امير، يعني ايضا يذكر المقال ان مهمه مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومه فان مهمته وغيره ستقوض بسبب هذا الوضع المنحرف وهذا الفساد السياسي في العراق. اذا ما الداعي لهذا الماراثون من المفاوضات وايضا النقاشات بين اقطاب هذا النظام؟ لا شك ان وصول السيد مصطفى الكاظمي الى هذه الفتره لتكليف رئيس وزراء يدخل ضمن يعني الفراغ الموجود في العراق بعد ان يعني فشل وكما قلت سابقا مشروع المحاصصه. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وبوجود إيران لحد الآن في العراق لا زالت تراوغ من أجل البقاء وتستعمل ما بقى لديها من يعني من قوى ومن جهات تستطيع أن تبقى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني وكما يعرف الجميع جاءت لتبقى ولم تأتي لتعطي العراق إلى إيران. وما يحدث الآن في تشكيلة السيد الكاظمي هي تشبه ما حصل في يعني ما في السابق مع عادل عبد المهدي ومع علاوي وغيره ممن جاء من الخارج. ولكن هناك شيء يجب ان يقال في ان المشكله مع السيد شو اسمه عبد الكاظم الكاظمي مصطفى الكاظم هي يعني مصطفى الكاظمي هي يعني قد دخلت الى اطار جديد قد نستطيع ان نلخصه بشيء بسيط، وهو هناك يعني تدخل أمريكي لسحب العراق من إيران عن طريق نظام محاصصي جديد يدخل ضمن التيار الأمريكي وليس الإيراني. ما جاء به السيد مصطفى الكاظمي هو يعني لاحظ الأسماء التي جاءت للوزارات، يقول بأنها أسماء قد طلبها الشارع العراقي. وعندما نلاحظ هذه الأسماء نلاحظ أسماء لم تدخل العراق أبدا. أعطيك مثال، السيد هشام داود أنا أعرفه في فرنسا، هذا لا يمت بصلة للهوية العراقية، كان يدافع عن إيران وخصوصا يدافع عن المشروع الانفصالي الكردي. نلاحظه الآن في نفس هذه يعني القائمة التي جاء بها مصطفى الكاظمي. هذه هي الحقيقة، هناك نوع من يعني اللعب على الوقت الضائع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا متأكد بأن الكاظمي سوف لن ينجح وكما كان في السابق، ولكن العراق سوف يذهب إلى يعني وكما قلت لك سيدي العزيز، العراق ذاهب إلى تغير نوع جديد تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية ولو طال الزمن. هذه الحقيقة، ليس هناك أي مخرج لنظام المحاصصة، لأن النظام المحاصصة قد أثبت فشله، والعراقيون الآن هم بالملايين يهتفون بالهوية العراقية. هذه الحقيقة. عبر سكايب من باريس السياسي والعراقي والمستقل أمير المفرجي، شكرا جزيلا لكم.